السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مينو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقه عمل غرزه البف المائله او المجدوله. هي ليها اسمين، المائله او المجدوله. انا هوضحها لكم بالتفصيل، بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل عدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل غرزه البف المائله. دلوقتي هبدأ أشرح لكم طريقة عمل غرزة البف المائلة. مبدئيا كده غرزة البف المائلة دي هنستخدمها هي شتوية، بس هنقدر نستخدمها في الاكسسوارز من خلالها. مثلا نقدر نستخدمها نعمل من خلالها شنطة، وممكن نعمل من خلالها دراع للشنطة، فهنستخدمها برضو في حاجات كتيرة غير الملابس. بس تستخدمي مقاس الإبرة على حسب سمك الخيط المناسب عندك أو المتاح عندك. طيب علشان ننفذ الغرزة دي بنشتغل السلسلة من مضاعفات الرقم 3. من مضاعفات الرقم 3 إزاي؟ أنت أدي عملتي عقدة البداية، بعد كده بتعدي 3 سلاسل لحد ما بتوصلي للمقاس المطلوب. أدي 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، كده عدينا 3 سلاسل لحد ما وصلنا للمقاس اللي احنا محتاجينه. الخطوة اللي بعد كده بعمل ايه؟ بسيب غرزة التانية. تمام، بعد ما بتوصلي للمقاس اللي انت محتاجاه بترتفعي ب2 سلسلة، دول 2 سلسلة الارتفاع. تمام. طيب هنشتغل ازاي بعد كده؟ بتسيبي الغرزتين دول، هنشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بتوصلي لنهاية السطر. فوق كل غرزة سلسلة غرزة حشو بالشكل ده، غرزة حشو عادية جدا لحد ما بنوصل لنهاية السلاسل اللي عندنا. اشتغلت كده لنهاية السطر من غرزة الحشو زي ما انت شايفة. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشتغل ازاي؟ هنرتفع ب2 سلسلة، 1 2. طيب هنشتغل ازاي بقى؟ بسيب الغرزة دي، هدخل في الغرزة اللي بعدها. الغرزة يعني بنسيب اول غرزة، بنسيب اول غرزة مش بنشتغل فيها، هندخل في الغرزة التانية والتالتة، هنعمل فوق كل غرزة غرزة عمود ولفة. احنا بناخد لفة على الابرة وبننزل في الغرزة وبنعمل غرزة العمود بتاعتنا بالشكل ده. طيب علشان نكون غرزة البف هنبدأ دلوقتي نكونها. هنكونها ازاي بقى؟ بناخد لفة، بننزل في الغرزة كده بالشكل ده، واخد لفة واطلع من الغرزة واشد الخيط بتاعي، واخد لفة وانزل في نفس الغرزة اللي انا نزلت فيها الاولى، واخد لفة واشد الخيط بتاعي. ادي كده 2 3 4 بالشكل ده، وباخد لفة واطلع من الحلقات كلها واعمل غرزة سلسلة بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعد كده بنعمل ايه؟ في حاجة حابة اوضحها لكم. الغرزة دي احنا اشتغلنا فيها غرزة العمود التانية، احنا مش بنعمل غرزة عمود وغرزة عمود. هي ممكن تبقى مش واضحة بالنسبة لكم، لان لما بنشد الخيط او بنعمل الغرزة فبتتاخد ما بين الغرز، بس هي زي ما انت شايفة كده شغالين فيها، فتاخدي بالك ان الغرزة دي مش شغالين فيها. طيب بنسيب الغرزة دي، هندخل في الغرزة التانية والتالتة، يعني بنسيب غرزة بندخل في الغرزة اللي بعدها واللي بعدها، هنشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلف. تمام، وبناخد لفة نرجع نشتغل في الغرزة اللي احنا تركناها او سبناها. هنبدأ نشتغل غرزة البف بتاعتنا. ادي بناخد لفة، ننزل في الغرزة بناخد لفة ونشد الخيط بتاعنا. ادي كده 2 3 4. تمام، 4 لفات. انا مش محتاجة اكتر من 4 لفات علشان سمك الخيط بتاعي تخين. وبناخد لفة ونطلع من الحلقات اللي عندنا على الابرة كلها، وبنعمل الغرزة بتاعتنا بالشكل ده.
الخطوة اللي بعد كده بنكرر نفس الخطوة لحد ما بنوصل لنهاية السطر. الفراغ ده ما تقلقوش منه، احنا هنشتغل بيه في الاسطر اللي بعد كده، هيختفي الفراغ ده وهوضح لك ازاي. طيب بنسيب الغرزة دي، بنسيب ندخل في الغرزة اللي بعدها، بنعمل فيها غرزة عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها كمان غرزة عمود بلفة، وبنشتغل غرزة البف بقى بتاعتنا. طيب هي بقت مايلة او مجدولة ازاي لما احنا بنشتغل غرزتين وبنرجع نشتغل في الغرزة اللي قبلها فدتنا الميلة بتاعتنا؟ طبعا بتوضح اكتر لما بنرتفع بالاسطر بتاعتنا. نشتغل كده بنفس الطريقة، ادي كده 2 3 4، بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها عمود، واللي بعدها كمان عمود. تمام، نبدأ بقى نعمل غرزة البف بتاعتنا. اهو لحد ما بتوصلي لنهاية السطر. وصلت كده لاخر غرزة في السطر. طبعا معايا اخر غرزتين، في اخر 3 غرز، سيبنا غرزة واشتغلنا في الغرزتين غرزتين عمود بلفة فوق كل غرزة من الغرزتين، اخر غرزتين عملنا فيهم غرزة العمود بلفة بتاعتنا. هنبدأ نشتغل غرزة البف في الغرزة اللي احنا سبناها بالشكل ده، عندي كده 4، و نشتغل الغرزة بتاعتنا بالشكل ده. كده اول سطر من غرزة البف المايلة بقى معانا واضح بالشكل ده زي ما انت شايفة. طيب هنشتغل الاسطر ازاي اللي بعد كده؟ هنرتفع ب2 سلسلة، دول ارتفاع. تمام، في عندنا في الغرزة نفسها بيبقى 3 غرز، بنسيب طبعا اول غرزة بندخل في التانية والتالتة، بنعمل فوقيها غرزة عمود بلفة. تمام بالشكل ده. هنبدأ ندخل في أول غرزة سبناها، نبدأ نكون غرزة البف بنفس الطريقة بالظبط، مفيهاش أي اختلاف أهو بالشكل ده. تمام، هنبدأ نكرر، بنسيب أول غرزة بندخل في الغرزة اللي بعدها، الغرزة اللي بعدها كمان ادي التانية، ادي سيبنا الغرزة دي ما اشتغلناش فيها، بندخل في التانية والتالتة، بندخل فوق في كل غرزة بنشتغل غرزة عمود بلفة زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. بعد كده بنبدأ نعمل ايه؟ بنبدأ ان احنا نشتغل الغرز بتاعتنا، غرزة البف بتاعتنا. بس اهم خطوة في غرزة البف ان انت بتشدي الخيط بتاعك كده بالشكل ده وبتبدأي تعملي الغرزة. بتشتغل كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر، هكمل معاكم. بتسيبي الغرزة دي مش بتشتغلي فيها، نشتغل في الغرزة التانية والتالتة، وبنرجع نعمل غرزة البف بتاعتنا. ادي كده 4، اهم حاجة الشدة اللي انت بتشديها كده بالشكل ده اهو. بتسيبي الغرزة دي مش بتشتغل فيها، ندخل في الغرزة التانية والتالتة. هنسيب الغرزة دي مش هنشتغل فيها، هندخل في الغرزة التانية، الغرزة التالتة بالشكل ده، ونبدأ نكون غرزة البف. شدي
اهم خطوه علشان الغرزه بتاعتك تبقى مظبوطه، بتشدي الشده اللي انت شايفاها كده بالشكل ده. تمام، بتشتغلي كده بنفس الطريقه. هي زي ما انت شايفه الغرزه بقت واضحه معاكي بالشكل ده وبانت معانا. ادي كده بترجعي الغرزه اللي سبتيها بتشتغلي فيها غرزه الباف. تمام، وفي اخر غرزه بتشتغلي غرزه عمود بلفه علشان تقفلي السطر بتاعك زي ما بدانا السطر. عندنا اخر غرزتين، اخر ثلاث غرز، بتسيبي غرزه وبتدخلي في الثانيه والثالثه بتبداي تشتغلي فيها. اخر غرزتين بنشتغل فيهم غرزة عمود بلفة وبنبدأ نكون غرزة الباف بتاعتنا. ادي بالشكل ده، ادي كده اربعة. طبعا بترتفع بالاسطر كده بنفس الطريقة لحد ما بتوصلي، على حسب طبعا المشروع اللي احنا بنشتغله، على حسب احنا بنستخدم غرزة الباف دي في ايه، سواء في جاكيت او بلوفر او كوفية، ايا يكن احنا هنستخدمها في ايه بناء عليها بترتفع بالاسطر. بس انا حبيت اوضح لكم طريقتها ازاي بالتفصيل. الشكل النهائي طبعا بتاعها بيبقى معانا بالشكل ده. وبكده بانتهيت من طريقة عمل غرزة الباف المايلة بكل سهولة. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل غرزة الباف المائلة بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدر تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.